اسالك سؤال لو جاوبت صح هتاخدي هديه. تمام. اتفضل. السؤال بيقول ما هي الصوره التي لم يذكر فيها لفظ الجنه؟ لا صعب. فكري كده. لا انا مش عارف بصراحه. فكر كده. انت حافظ قران؟ يعني بس مش كتير يعني. طب بتعمل ايه في رمضان؟ بعمل ايه في رمضان؟ يعني بقرا قران بس يعني قرايه بس مش حفظ. الله يبالي شكلنا بعد ما نعدي 60 ما ننسى. لا ليه ربنا يبارك في حضرتك. بجد نسيه مش عارف. لا نسيه. سورة الكوثر؟ لا. مش متذكر. هي سورة يوسف. هي سورة يوسف. ممكن توجه كلمة للناس لرمضان؟ لرمضان؟ ربنا كده ان شاء الله يعني وهو ساجد اي بني ادم مسلم وهو ساجد كده يدعي ربنا ان ربنا يعني يكرمنا كده يعني ربنا يكرمنا في شعبان ورمضان يبارك لنا في رجب ويبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان جميعا يا رب ان شاء الله.